انت بتعمل ايه فوق؟ ده انت اتجننت يا عيني. انت بتقول ايه يا اكرم؟ واضح ربنا يشفيك. عمال بتقول وتعيد وتزيد. ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ هتموت وارد عليك. رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ في ايه يا اكرم؟ ما انا لو رديت هعمل لك ايه؟ مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط؟ اكرم انت اتجننت ولا ايه؟ ابقى بعليك. انت كنت معاها بتعمل ايه فوق؟ لا انت اتجننت بجد. كنت بنايم ادم في اوضه تلا يا اكرم. المفروض انا اصدق الكلام ده. بس يا اكرم في ايه؟ خلاص انت اعصابك تعبانه لدرجه انك مش عارف تتكلم مع مين وبتقول له ايه؟ هو طبيعي الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ انا خلاص خلاص انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عارف ده مين؟ لسه غلط. ده هاني. انا اسف جدا، اندمجت في التمرين ف هيري دخل البيت قبل ما انت عايز ايه؟ انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ علشان خاطر يا نوجا، دي خدمه انسانيه لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه. لا يا طارق ما تسبليش بليز. خمس ثواني. نو. هخش الكنترول روم. خمس ثواني اجيب البنات واخرج. خمس ثواني. نو. طب ثلاث ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة، اوكي. طب خلي بالك من تصرفاتك. لا سهل. انت بنت، ما ينفعش تطلعي في راجل والراجل يجي يبص عليك. المفروض ان انت تقفي على جنب وتخلي الراجل هو اللي يطلع. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ اصلا ايه؟ خلاص يا ميرا، يا ريت تعملي كده. ايه ده يا جماعه؟ هكلمها هكلمها. اتكلمها والله. ايه ده بس يا عم؟ اتكلم. ايه ده؟ استني، هو ينفع تركب الاسانسير مع حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما ينفعش طبعا، خليه هو يطلع الاول وبعد كده اطلعي الدور اللي انت عايزاه. يا عم ايه ده؟ يا ريت تعملي كده. بس خلاص خلاص خلاص. هو ينفع تضحكوا في الشارع بالصوت عالي؟ ما ينفعش، انتوا بنات. والحياء لازم يبقى عنواتها عنوانكم. يا ريت مفيش ضحك في الشارع خالص. يا ريت تعملوا كده. بس بقى وطي صوتك بقى، احنا في الشارع. بس يا عم استني، هتعملي ايه؟ ميرا 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 ميرا، ما ينفعش توطي كده في الشارع وفي ناس حوالين منك. المفروض تنزلي على ركبك. ميرا تعالي يا صلاح، تجيب الحاجه اللي وقعت منك وتطلعي تاني. تعالي يا صلاح، ما ينفعش حد يشوفك بالمنظر ده. يا ريت تعملي كده. لا اسكتي، انا لقيت حتة محل بيبيع بيجامات صيفي تحفة.
جبت من عنده بقى. بيجامة قط بشورت جبت من عنده بيجامة تانية اللي هي لو غرقوك عوم انت اللي طلبت تفارق فاكر لو وقعوك قوم ولا انت نسيت صدقني في يوم ابلع كده ريقك بعزيمة وإرادة وافهم اني خلاص منك مليت توقف تاني وفر مجهودك كالعادة صح خلاص ما بقاش هيفيد في جواك سوبرمان احلى وعمري احلامك بالامكان احلى وعمري عشاق احلى وعمري انت بطل من جواك في غمضة عين في حلم بيس لما تقابلنا ما تقابلنا هم اجهري هم حجري هم خصبتي هم تحجري لما تقابلنا دي بنت ناس احنا الاتنين وتختلف عن كل الناس وبعد اول ولو كان للقمر انعكاس وعلى طول هينعكس على بنيتها لقيتني بالملعب عليهم